صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب الغرباء ويا سيد الشهداء، يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر، سلام على القلب الكبير وصبره بما جرت له الأدمع الحمر، جرى ما جرى في كربلاء وعينها، جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له صخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، بجاءت بصبر دون مفهومه الصبر، رعته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر، أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه، وقد ضاق مني في تحمله صدر، عزيز علي أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطاف يصهر كالحر، أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء. شوف الوعد، وعد زينب سلام الله عليها، أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء، يا مقيم إلى أن ينقضي مني الأمر، خويا الله وياك يا ابن أمي يا غالي، والله نظلت حرمة بغير والي، خويا عقب الخدر ذاك ودلالي، والله دلالي وظل ميسر يا حسين تالي. بعد تقل له خويا يا عمد بيتي والثنية ويا صيواني المظلل علي، والله يا ريحة الزهرة الزجية أنا رايحة أنا رايحة، والله يا ريحة زهر الزجية هذه روحتك لو بعد جية، يا وهذه روحتك لو بعد، يا يا جية. أنا عندي كلمة لزينب أقولها، يقول زينب لما جن عليها الليل جاءت تجر بثيابها تجر بأذيال ثوبها، يقول تبعثرت بطفلين
نظرت إليهما وإذا بهما ولديها صاحت ولداي عذرا أنا ذاهبة إلى حبيب الحسين. يقول راحت للحسين جلست عنده مسكت يده تقول أخويا القلب شاجر على ابن أمي والله وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي ولا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب وأقول يعود لي. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا الصادق سلام الله عليه اتقوا الله وكونوا أخوة بررة متحابين متراحمين تواصلوا وتزاوروا وتذاكروا أمرنا وأحبوا. حقيقة الحديث والكلام عن هذا الحديث الصادر عن الصادق سلام الله عليه يكون في محاور ثلاثة أو في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى الإمام سلام الله عليه قال في ذيل الحديث وتذاكروا أمرنا وأحبوا. هذا الإنسان إذا أصبح مكلفا سواء رجل سواء امرأة يحتاج إلى دليل شرعي بكل خطوة يقوم بها، لابد عنده معذرية شرعية كما يعبرون علماء الأصول يسمونها معذرية. يعني هذا الإنسان إذا قام بأي عمل لابد أن يملك حجة أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة راح يسأله عن كل صغيرة وكبيرة. لابد أن يكون عند ماذا؟ إذن شرعي، يكون عند ماذا؟ دليل شرعي. مثال الآن شوف أنت في محرم عندنا هذه الأيام أيام المصائب أكثر الإمامية يلبسون اللون الأسود، صحيح؟ هذا المعروف أكثر الإمامية الشيعة يلبسون الثوب الأسود. طبعا قد يسأل هذا الإنسان أنت عندك دليل على أنك في محرم تلبس السواد هذا؟ بالعلم أنه عندنا رواية، اسمع، عندنا رواية تقول يكره لبس السواد خاصة في الصلاة، عندنا هكذا رواية يكره لبس السواد خاصة في الصلاة. ولكن في قبال هذه الرواية عندنا رواية عن الصادق سلام الله عليه قال يكره لبس السواد إلا في الصلاة، نعم يجوز لمن لبس سوادا لإظهار مصيبة جدي الحسين. إذن أكو عندي دليل شرعي بعد، أنا يعني لما ألبس السواد أنا عندي دليل شرعي صادر عن إمام معصوم. الإمام المعصوم قال إذا لبس السواد هذا المكلف، هذا الإنسان إذا لبس السواد وكان لبس السواد لإظهار مصيبة الحسين فلا إشكال فيه بل هو مستحب. هذا واحد. تعال إلى قضية البكاء مثلا، البكاء الآن عندنا البكاء في غير الصلاة شيء يعني إلى حكم وفي الصلاة إلى حكم. يعني الآن لو واحد يجلس هنا ويبكي إلى فد أحكام خاصة، وواحد يقف بين يدي الله إلى فد أحكام خاصة. يعني الآن لو نجي للشريعة نقلها للشريعة، يابا واحد قاعد ببيته فاقد عزيز على قلبه ويبكي عليه، في اشكال؟ قال لا ما في اشكال، ما في اشكال. زين نفس هذا الشخص
واقف في الصلاة يصلي فتذكر أمر دنيوي أو تذكر عزيزا فبكى صلاته ما قال صلاته باطلة. لاحظ العبارة، ولكن صلاته صحيحة ولا إشكال فيها إذا كان البكاء لله أو كان لمصيبة الحسين سلام الله عليه. كل العلماء أجمعوا على هذا القول بأن الباكي في الصلاة إذا كان البكاء لله فلا إشكال فيه، خوفا من الله، طمعا في جنة الله، ماكو إشكال. وكذلك لو كان المصلي قد تذكر مصيبة المولى أبي عبد الله الحسين وبكى يقال بأنه صلاته صحيحة ولا إشكال فيها. شوف لاحظ العبارة، هسه يجينا واحد يقول لنا مولانا أنتم كشيعة أنتم ابتكرتوا هاي القضية قضية الحسينية وجلوسكم في الحسينية، ويسأل السائل يقول لا أنت ما عايش في الدنيا وحدك، قد يجيك واحد يقول لك يابا أنتم هاي قضية الحسينية من مبتكرات الشيعة لو عندكم دليل. يقول لك لا مولانا عندنا دليل، احنا من العجب بان المذهب الشيعي الوحيد اللي ياخذ بالادله، يعني ما يمشي مولانا بالعمى ابدا، ما يرفع قدم ولا يضع قدم الا بدليل. يعني انت لما تجي للامام الصادق سلام الله عليه، يعني الامام الصادق يسال فضيل بن يسار يا فضيل اتجلسون وتحدثون اتجلسون وتحدثون؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال إني أحب تلك المجالس فاحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وهذا خير دليل، يعني يجيب الجلوس. علي بن أبي طالب فيه رواية، ولكن قبل أن أذكر هالرواية هاي أقول لك بأن الملائكة لهم زي موحد. شايف اليوم عندنا مثلاً هواية دوائر حكومية زيهم موحد، مو كالداخلية مثلا، تعال لا تعال المدارس، مدارس الصبايا الصغار الأطفال تشوف زيهم موحد، كأنما الملائكة مولاي عطرهم واحد. يعني مو مثل اليوم أنا الآن في هذه الحسينية كل واحد إلى ذوق بعطر خاص، لا الملائكة عندهم عطر واحد. يقول إذا ذكر عليا، إذا ذكر علي في مجلس أرسل الله ملائكة يستغفرون لهم ويدعون لهم، فإذا تفرقوا وذهبوا إلى بيوتهم عرجت الملائكة بعطر، لاحظ العبارة، بعطر غير عطر الملائكة، فيقولون لهم من أين لكم هذا العطر؟ قالوا كنا في مجلس قد ذكر فيه علي سلام الله عليه. قالوا لهم هيا بنا إلى ذلك المجلس، يقولون لهم ولكن قد ذهبوا إلى بيوتهم، فيقولون لهم أما تعلموا أن المكان الذي يذكر فيه علي يبقى معطر إلى يوم القيامة. إذن نشوف بأنه ماذا، المجالس عندنا مسحة شرعية. الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الرضا كان من بداية محرم إلى نهاية صفر في كل يوم مجلس في بيوتهم. حتى عند يوم من الأيام ذاك الخطيب الذي تكلم بحرقة، الإمام الصادق ضرب ستار في بيته نساء ورجال، شلون الآن الحسينية، ولكن قبل أمور بسيطة، يقول ضرب ستار بين النساء وبين الرجال وبدأ الخطيب يتكلم، فوصل الخطيب وقال هكذا، وقال فقد جلس الشمر على صدر الحسين وأخذ بلحيته الشريفة، أكو طفلة صغيرة صرخت ونادت واجداه وحسينا وسكتت. يقول الإمام الصادق ركض إلها، يقول جاء إلى الخطيب قال أسكت فقد ماتت الطفلة. سبحان الله، هاي العلم بالعلم، هاي الطفلة مولاي ما شايفة هذا الشيء أبد، ما شايفة اللي جرى على أطفال الحسين. تدرون أنه أطفال الحسين بعضهم مات بعد مقتل الحسين ولا
لأنه حوافر الخيل قتلته، هذا واحد. وبعد وبعضهم ماذا؟ الحبال خنقتهم، لأن عمر بن سعد أمر أن يضع الحبال على أعناق الأطفال، فإذا ضربوا هذا رجع للوراء وهذا تقدم للأمام، اللي في الوسط اختنق فمات. طب لاحظوا العبارة، مأساة مولاي ترى جرت على أهل البيت سلام الله عليهم. المهم، فهذا الأمر الأول والجانب الأول الذي يؤخذ من هذا البحث. زين، ومن هذا الحديث الجانب الثاني شنو مولاي؟ الإمام سلام الله عليه قال: اتقوا الله وكونوا أخوة بررة، متراحمين، متحابين، متراحمين، تزاوروا وتواصلوا. اليوم مع الأسف احنا كشيعة قاعد اكو فد شيء قاعد ننساه، ما يظهر في بالنا، ما يجي في بالنا، كأنما اكل عليه الدهر وشرب. شنو هو الآن؟ أي موالي اسأله سؤال تقول له: يابا ما هو الإمام؟ عرف لي الإمام. يقول لك: الإمام هو المصلح، هو المفتي. هذا الكلام، الإمام هو المصلح وهو المفتي، يعني كأنما الإمام دوره في هذه الدنيا جاء يبين الأحكام الشرعية. بالمناسبة ترى هذا مو دور الإمام، يعني هذا فرعي، هذا عارض، هذا أمر الإمام متفضل به على الغير. الإمام ترى مو هذا الهدف اللي من أجله بعث. الإمام بعث بالقيادة، أن الإمام إذا عرف بأنه قائد إلهي لهؤلاء البشر. لاحظ العبارة، وإلا ما أنه يفتي مثلا أو أنه مصلح، هذه أمور عرضية. الأمر الأول والأخير، الهدف الأول والأخير، أن الإمام هو قائد، ولهذا يجب علينا أن ننظر لمحمد وآل محمد كقيادة إلهية. يعني تطمئن بأن هناك قائد يرعاك، وهناك قائد يتتبع أمورك. يعني مو تايه القضية هكذا يا مولانا، خاصة أن ذلك القائد الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن تملأ ظلما وجورا. يا مولانا أنت لا تتصور بأنه مفتي فقط، لا، قائد. والقائد أعلم بمن وأعلم بأمور أتباعه. ولهذا الإمام أنطى نصيحتين، الإمام كقائد أنطى نصيحتين لأتباعه. النصيحة الأولى ماذا؟ كونوا أخوة، متراحمين، متحابين. لماذا؟ يقول: لأنكم إذا أصبحتم أخوة متقاربون في بينكما التقارب، لا يستطيع أحد أن يخترقكم. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، أنطيك دليل. الإمام الحسين لما أرسل خلف والي المدينة وأراد منه البيعة، فالإمام الحسين ما ذهب وحده. بالعلم يقول الحسين: أنا إمام وأقدر أمشي. لا مولاي، الحسين ما ذهب وحده، ذهب إلى بيوت أهل بني هاشم، أطرق عليهم الأبواب وقال لهم: اخرجوا واذهبوا معي. شوف لاحظ الكثرة والقوة تكون بالكثرة. يقول: جابهم أوقفهم، قال: إذا سمعتم صوتا فادخلوا علي. يقول: لما قالوا لذلك الوالي: خذ البيعة من الحسين، والحسين قال: مثلي لا يبايع مثله، يزيد شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، وأنا الحسين بن علي، قالوا له: اقتله. قال: لا أستطيع، إن بني هاشم عند الباب. شوف لاحظوا شلون، شوف الحر، الحر الحر أولا الحر في نظر عمر بن سعد وجيش، ذنب الحر أكبر من ذنب أصحاب الحسين. ليش؟ لأن أولا كان قائد معهم، ثم انقلب عليهم، ثم قاتلهم. طب لاحظوا شلون، الحر أولا كان معهم، ثم ماذا؟ انقلب عليهم،
وقاتلهم، فذنب في نظر جيش عبيد الله بن زياد ذنب الحر أكبر. سبحان الله، الوحيد الذي لم يقطع رأسه. شوف حبيب بن مظاهر شيخ عشيرة، ولكن عشيرته وين كانت؟ في الكوفة. وهو القتل وين؟ في كربلاء. يقول قطعوا رأسه، شدوا الحبال بأذنيه، علقوا رأسه على رأس الجواد، وأخذوه إلى الكوفة. هكذا الجواد يضربه يمينا وشمالا. فعند ولد الولد تابع الأمر، شاف هذا اللي قاتل والده، يقول ما مر عليه الليل حتى طعنه فقتله. المهم، فتشوف أن الحر ماذا؟ الحر لا، ما حد لمسه، ما حد قطع رأسه. لماذا؟ لأن السيوف قد أقبلت من عشيرته، القوة إجت. قالت لهم لعبيد الله ولعمر بن سعد، والله إن هذا قائدنا ولا يمثل به أبدا. قال خذوه وابعدوه، لو كان الحر عشيرته مو قريبة عليه لقطعوا رأسه. إذن ماذا؟ إذن الخوة، القوة في الأخوة وفي التواصل وفي التراحم. حتى اليوم أنت اليوم إذا ذهبت إلى بلد وحدك تكون ضعيف، بس إذا كنت في وسط أهلك تكون أقوى. ولهذا الإمام يقول اتقوا الله وكونوا أخوة بررة، متراحمين، متحابين، متراحمين، تواصلوا وتزاوروا. شوف لاحظوا شلون، تواصلوا وتزاوروا. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث شنو مولاي؟ الإمام سلام الله عليه قال تذكروا أمرنا وأحبوا، يعني هم تذكروه وهم حبوه. واحد من العلماء يقول كأنما الإمام الصادق يريد أن يوصل الإنسان إلى قضية بأنكم لا نجاة لكم إلا بآل محمد. شوف يوم من الأيام الإمام الصادق يصلي، واحد خلفه يصلي، يقول ذاك عطش. فالإمام كان يصلي مستحبات، شرب الماء، قال السلام عليك يا أبا عبد الله. يقول الإمام التفت قال أتستبدل ثواب هذه بهذه؟ يعني أعطيك ثواب هاي الصلوات المستحبة، صلوات لمعصوم، صلوات لمعصوم، أعطيك إياها وتعطيني ثواب هذه اللي قلتها السلام عليك يا أبا عبد الله. ولهذا الإمام يريد أن يربطنا خاصة بقضية الحسين سلام الله عليه. شوف الآن كل أهل البيت في مظلومية، يعني ما عندنا واحد طلع من دون مظلومية. يعني تعال إلى الصادق سلام الله عليه، المنصور الدوانيقي يودي قادة وجيش يدفرون على بيت الإمام، يقفزون ويدخلون، يقول يلقوا الإمام يصلي. إنه المنصور إيش قال لهم؟ قال جيبوا الصادق زحفا على بطني. يقول هذا الضابط شوية صارت رحمة بقلبه، قال له مولاي هذا الرجال المنصور يريدك أزحبك على صدرك، شنو أسوي؟ قال زين ممكن أوصلك قريب القصر وأزحفك، يعني أجرك. قال له خلاص كيفك، تريد منك كيفك. يقول أخذ الصادق إلى هناك، الصادق يقول وحده سلام الله عليه، قال أنا ما أرد أضرك، هذا المنصور ظالم. يقول نام على بطنه وبدأ يسأل الإمام حتى أوصله إلى المنصور. وإلا تعال أنت شوف كل أهل البيت لهم مظلومية، الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الجواد، إمام الجواد زوجته تنطي السم وهو عطشان. لا مولاي المشكلة مو هنا، خرجت عنه خارج البيت وقفلت الباب كأنما الإمام موجود. أصحابه يقولون ثلاثة أيام يوميا نجي إحنا مقفل. يقول ولكن اليوم الرابع شفنا الطير يحوم حول البيت ويئن أنينا.
كسروا الباب وجدوا الإمام سلام الله عليه عند السطح فوق السطح مقتولة مسبوم. إذن ماذا؟ كل أهل البيت عندهم مصائب، ولكن لا مولانا مو مثل مصيبة الحسين سلام الله عليه. مصيبة الحسين مصيبة أكبر وأعظم، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل، فيا سيوف خذيني زينب سلام الله عليها. الله يا زينب اللي شاهدت كل شيء، كل ما جرى على الحسين شاهدته. سبحان الله، هاي أكو بنية، أنا سأعطيك القصة هاي الجميلة حتى أدخلك إلى مصيبة الحسين. الله يساعد الزهراء، لأن الزهراء هي المعزات اليوم والله بالحسين. مولانا هاي أي وحدة جزائرية، بنية جزائرية، هل بنية هي الوحيدة اللي عند أمها وأبوها، ما عدا لا أخو ولا أخت. يقول هاي البنت طبعا من غير المذهب الشيعي، هاي البنية من المذاهب الأخرى يعني سنية، وهي تقص القصة تقول أنا الوحيدة عند أمي وأبي، وتزوجني شاب، الشاب جدا لطيف ومؤمن وحباب وحنون. تقول سبحان الله بقينا ما يقارب 3 سنوات 4 ما صار عندنا أطفال، فصير مراجعات للدكتورة، ورحنا للمستشفى راجعنا للدكتورة المتخصصة. الدكتورة قالت لبنتي أنا آسفة الأمر بيك أنت ومستحيل تجيبين. يقول أنا ظلت عايشة، هي تقول ظلت عايشة بالبيت، ولكن أم زوجي تسمعني الكلام المؤذي، تقول أنا رايحة تسمعني وأنا جاية تسمعني، تقول أنا ما عندي غير البكاء فقط. تقول يوم من الأيام طلعت أجيب أغراض، اسمع اسمع الله أكبر، تقول رحت أجيب أغراض من الجمعية من السوق، وجبت الأغراض، الأغراض ثقيلة علي، فأكو باص صعدت بالباص، آخر الباص قعدت، تقول باوعت على يميني وإذا بكتاب مطروح عندي. تقول سألت الناس يا هذا الكتاب لكم؟ قالوا لا احنا ما نعرف حتى الكتاب لمن هذا. تقول صار عندي فضول أن أفتح الكتاب، تقول فتحت الكتاب وإذا بأبيات عن الزهراء سلام الله عليه. تقول قرأت قصة الزهراء وبديت أبكي، تقول أنا أول مرة أقرأ عليهم. فهي تقول تعرفون ليش ظلت أبكي؟ تقول لأن الزهراء هي الوحيدة لأمها وأبيها، وأنا وحدي لأمي وأبي. تقول كأنما بيناتنا قاسم مشترك، الزهراء وحدة لأمها وأبيها، وأنا كذلك وحدي لأمي وأبي. وبعد يقول أنه الزهراء فقدت جنينا وأنا أتمنى هالجنين هذا، وبعد أن الزهراء كانت تسمع الكلام وتضرب وتبكي، وأنا كنت ماذا؟ أسمع الكلام المؤذي وأبكي. تقول انفجرت بالبكاء، تقول أنا بعد ما حسيت بنفسي إلا أنادي يا زهراء يا زهراء. تقول باوعت وإذا الناس تنظر إلي، تقول أنا أخذت الكتاب وذهبت للبيت، تقول وضعت الكتاب على صدري ونمت على سريري، من كثر البكاء نمت غفيت بعد ما أدر بنفسي. تقول كأنما جالس أنا على حجرة. يقول جاءتني امرأة واضع يدها على ضلعيها، قالت لبني اطمئني اليوم اخر يوم للهم، الله يدفع الهم ان شاء الله، اليوم اخر يوم للهم، بعد هم ماكو عندك خلاص. تقول قلت لها انت منو؟ قالت لي انا ام ابيها. تقول انا ما اعرف هالكلام هذا، تقول ما سامعته سابقا. تقول استيقظت وإذا البيت كله عطر سبحان الله. تقول الزوج طرق علي الباب، فتحت الباب ينظر إلي زوجي، يقول لي اليوم أنت شوفيت شيء عجيب غريب، شنو مسوية؟ قلت له والله ما مسوية شيء. تقول فجلس سألته، قلت له فلان منو أم أبيها؟ قال والله ما أعرفها. يقول سبحان الله شاءت الأقدار
أن تكون يمنة أمرأة عندها معلومة شيعية. يقول أطرقت عليها الباب، قلت لها يا آنسة أنا سألك عن أمرأة تعرفيها؟ قالت منو؟ قلت لها أم أبيها. صاحت المرأة وزهراء، قالت هاي الزهراء سلام الله عليها. تقول أنا ظليت أتابع أخبار مولاة الزهراء، تقول 4 أشهر حسيت بألم في بطني، ذهبت إلى الطبيب، الطبيب قال سبحان الله أنت حامل من 4 أشهر. تقول فسألت، قلت سبحان الله شنو هذا المولود؟ تقول اتفقت أنا وزوجي وقصيت على القصة، فلما جاء المولود فجاء ذكرا، فقلت له احنا نسميه أعز اسم على قلب الزهراء، فقال حسين. اي والله الحسين سلام الله عليه. شوف زينب سلام الله عليها ترى أمها في عالم المنام بعد واقعة كربلاء، اسمع هاي القصة. تقلها أمه انت شفت اللي جرى علي؟ تقلها بني انا طلعت وياكم من يوم ان طلعتم من المدينة انا وياكم. ولهذا تشوف ان زينب سلام الله عليها تقول عدنا طفلة للحسين، هاي من كثر ما متعلقة بالحسين. يقول اجى ذاك اللعين ركلها بيمن بكعب رمحه، يقول اسقطها على الارض. يقول لما سقطت طفلة واغمي عليها، يقول لليل الطفلة استيقظ صاحت ابا حسين انا خائفة يا نور عيوني. يقول ثبت رمح الحون الرمح الذي حامل رأس الحسين، ثبت 40 فارس ما استطاعوا أن يرفعوه. يقول جاءوا للإمام زين العابدين، قالوا له يا ابن الحسين هناك معجزة برأس الحسين. قال وما المعجزة؟ قالوا له هذا الرأس هذا الرمح 40 فارس ما حملوه. قال ذهبوا إلى عمة زينب واسألوها أن تعد الأطفال لعل هناك طفل مفقود. يقول عدت الأطفال فصاحت زينب وحسيناه. الإمام زين العابدين صاحب ما الخبر؟ قالت لأكو طفلة صغيرة مفقودة. يقول فإجى الإمام نظر إلى الرأس متوجها إلى جهة، قال عم زينب اذهبي الى هذه الجهة. يقول ذهب زينب مهرولة تقوم وتسقط على وجهها، واذا بامرأة والله سمعتها من كبار الخطباء، يقول واذا بامرأة جالسة ووضع الطفل في حجرها. صاح زينب أمة الله هذه الطفلة لنا. صاحت تلك المرأة بحسرة المتكسرة زينب حافظ على عيال الحسين. زينب حافظي؟ صاحت زينب عجيب هاي المرأة تعرفني؟ من أنت؟ قالت زينب ما عرفتيني؟ قالت منو؟ اتقلها أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عزبن وين ما جاء. والله انا الوالد المذبوح ابنه وطول الدهر ما جاء الحزنه، وين الهواسين دمعته على ابن اللي ذا حزه ورقبته. هذا موقف الله عدى مع هاي، والله قاعد يشجعنا وديك لموقف آخر. الموقف الثاني شنو مولاي؟ يقول لما أدخلوا زينب على الكوفة، يقول الناس زينب مولاي جار على ابن أبي طالب، يقول والله 30 سنة أنا ما شايف لا وجه زينب ولم أسمع صوت زينب، يعني لا سامع صوت زينب ولا شايف وجه زينب. وإذا بزينب يقول تخطب على أهل الكوفة تباوع، وإذا بأطفال الكوفة يقدمون الطعام لأطفال الحسين، أطفال صغار عند الحسين. جاء
جوعانين صار لهم 3 أيام ما ماكلين. صاحت زينب: يا أهل الكوفة إن الصدق علينا حرام. ثم توجهت إلى رأس الحسين اتقل لأخويا تصدق الوادم، والله علينا علينا وعطايا الخلق كلها امندي أنا ما خاب والله ليعتنينا. يا ويظل كل سنة يروح ويجين. يقول نزلوا زينب، والله هاي الكلمة ما أقدر أقولها، الله أكبر، عذرا من الإمام المنتظر. يقول نزلوا زينب في مكان يربط فيه الخيل، وياها أطفالها وياها نساء من القبائل. يقول اجت القبائل، اجتمعت القبائل، زينب تباوع على القبائل، كل قبيلة تنادي بنية على بتها. يقول ياخذوها يستروها يركبوها بمحملها وياخذوها. يقول زينب تباوع يمين وشمال، ها قلبك وين راح؟ عليه من تدور زينب؟ تدور على ابو فاضل، تدور على الحسين. يقول اكو طفلة للحسين اجتها عمه زينب، يا نور عيون وين عمه ابو فاضل؟ قالت لها: بنية ولماذا تسألين عن العباس؟ اتقلها عمه زينب حتى يقف هنا وينادي: اين زينب الهاشمية؟ يقول زينب هاجت باحزانها، دخلت رأت رأس العباس أمامها، اتقل لأخويا كلمة لها وليا نجوها. والله صاحوا بالسماء وطلعوها، ومن يد العاد خلصوها، والله خلصوها، وزينب أهلت عذروها. وبعد يقول جابوا رأس الحسين. علاقة زينب بالحسين عجيبة مولاي. يقول دخل زينب إلى مجلس عبيد الله، كلمة الدعاء مولانا لاستجابة الدعاء. يقول جابوا رأس الحسين خلوه عند عبيد الله. يقول زينب من بعيد شافت رأس الحسين، صار لها 3 أيام من كربلاء للكوفة ما شايف رأس الحسين. يقول عينها على رأس الحسين الصيح: وحسينة. صارت مشادة كلامية بينها وبين عبيد الله، شايف المرأة الوحيدة، ها؟ يقول هذا اللعين أراد أن يضرب زينب. يقول زينب وضعت يديها على وجهها، صاحت: وأخا وحزينة. يقول أك ولد لعبيد الله؟ قال: أباه لا تضرب هذه المرأة. قال: لماذا بني؟ قال: أبويا إنه لما وضعت يديها على وجهها وصاحت وحسينا رأيت هذا الرأس كان مفتوح العينين، كان مفتوح العينين ينظر إلى هذه المرأة، ولما صاحت وحسينا أغمض عيناه وتوجه نحو الجدار. يقول زينب لما سمعت رمت بنفسها على صدري، رمت بنفسها على رأس الحسين، اتقل لأخويا هلا برأسك يا الحميد، خويا يا هلال عزنا بليلة العيد، خويا ليش قطعت بينا يا صنديد، اوعفتنا ويا ناس الموج جاوي. إلهنا إلهنا بحق محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بذاتك المقدسة بأسمائك الحسنى، إلهي بأسمائك الحسنى بقدسية محمد وآل محمد، اللهم اشفي لنا مرضانا واقضي لنا حوائجنا، حوائج الدنيا والآخرة،
إلهنا لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راضي عنا بولاية أمير المؤمنين. اللهم ارحم هذا البلد بأهله بنسائه بأطفاله برجاله من كل سوء. إلهي وارحم بلاد المسلمين جميعا. إلهنا مؤسس هذا المأتم الشريف اقضي حوائجهم، اشف مرضاهم، ارحمهم. اللهم سجلنا وسجلهم مع الحسين، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، والفاتحة مع الصلوات.